حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. خلنا ننطر بس الجماعة يوصلون وبعدها راح نبلش موضوع. وعليكم السلام ليشا. اوكي اي بي اكس ابو يوسف حياك الله. احمد ويلكم. ترى اللي ما اعرف اسمه قاعد الف من عندي. كريسبر حياك الله. لولو ليمينيا متوهقت لانه بظاهري. يبا هلا والله. روان حياك الله. تكلم عن الرموش. لحظة. بسم الله بسم الله. الحبوب البيضاء في الجلد او شيء. سلمه ايش دعوه يبا. ان شاء الله البث راح ينحفظ لاني راح اقول لكم معلومات اليوم جدا مهمه. بعد ما راح نخلص المعلومات راح احط اسماء الفائزين بالبنتليات والكامري. يستاهلون. عندنا اليوم 5 متسابقين يا جماعه. الخمسه طبعا اللي راح يسلمون جوائز من الكويت. ايش معنى من الكويت؟ لانه صعب اوصلهم، ولكن اذا طلع اسمهم غير الكويت راح ياخذون كابون قسيمه حق الموقع الرسمي. اوكي فري عشان مو يزعلون يقولوا احنا من برا ما لنا شيء. ننظر بس العدد يكتمل. فيتامين د اخذه مدى الحياه؟ لا طبعا. ظهر الفانديوم الكرومي قوته. تتكلم راح اتكلم اليوم موضوع مهم. دور الثلاثيه وخر عن الفواكه والدهون ما درجة يروح منك. والله الساعة المباركة اي عندكم السعودية ليش لا يا جماعة. انزين بعد ما اقول موضوعي راح اقول الجوائز نخلص وبعدها راح اخذ اسئلتكم. اتفقنا؟ تعال رورو. اي عمان بس بشرط. وين الحلوة العمانية؟ ابي هذه اللي تلزق ذي ده. خلنا نتفق يا جماعة. راح اقول موضوع. الموضوع جدا شيق يا جماعة والله العظيم راح تستفيدوا منه استفادة مو طبيعية. وبعدها راح اعلن اسماء الفائزين وبعدها ندش بالموضوع. واضح يا جماعة؟ واضح. ماني قايل انا ما ابي اجاوب عليكم، لا راح اجاوب ان شاء الله اللي اقدر عليه. واجاباتي راح تكون عن الشغلات اللي انا مو متكلم عنها. مثلا صدفية الجلد متكلم، امراض السرطان متكلم، البهق متكلم، وايد اشياء. والله كل شيء تكلمت فيه، بس اذا طلع لي سؤال ما تكلمت عنه راح اجاوب ان شاء الله. اوكي. القدة الدرقية لا حد يجيب لي سيرتها لاني مسويت لها 3 فيديوهات، والفيديوهات مو بس اشرح لك، لا اعطيك العلاج داخلي. يعني شو انت اكثر من كذي؟ التوحد يوم الاثنين راح تنزل حلقة التوحد. اوكي ماشي. يلا نبلش بالموضوع. الهرمونات مسولف عنها. الله يخليكم. شوفي القدة الدرقية، اي بنت عندها مشاكل بالهرمونات شوفوا فيديو قدة الدرقية، استخدموا العلاجات اللي انا اذكرها، والله العظيم غدتك راح تطلع من مكانها تقول لك مشكوره وهرموناتك راح تتضبط. اوكي خلينا نبلش يا جماعه. يا جماعه الله يخليكم، خل اقول موضوعي اخلص اقول اسماء الفائزين وبعدها اجاوب عليكم. اتفقنا؟ والله العظيم اللي 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 اشوفه وانا مو متكلم عن موضوعه والله العظيم راح اتكلم. اوكي. مشكلة كل وايد الأسئلة مالت الناس كلها مسولف عنها، عن المشاكل فقرات المفاصل كلها مسولف عنها. شو اسمه هذا بالفيديوهات. وين في الغدة الدرقية؟ بالفيديوهات. سو سيرش راح تحصله. يلا نبلش. يلا ثواني. نجهز حلقة قوية ترى. ها حبي الشباب هرمونات. اشرب قهوتي. نبلش بالموضوع. السلام عليكم اخواني اخواتي. اذا انت جديد انصحك تتابعني. ليش انصحك تتابعني؟ لاني انا ما امشي ورا المكملات الكيماوية، قاعد امشي على الاشياء اللي الله خالقها. استخدم عشبة الفلانية، اخذ الفيتامين الفلاني، اخذ المعدن الفلاني. القاية الوحيدة اللي انا بوصل لك اياها التوعية. وشنو بعد؟ التنبيه. انا بهك ووعيك كيفك. تبي تستخدم دواء بالمستشفيات استخدم، من يبي يمرض انت انا ما فيني شيء. تبي تاخذ اشياء طبيعية اخذها. ودائما الاشياء اللي احنا قاعد ناخذها اسمه مسكن. اسمه شنو؟ مسكن. يعني اي 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 ماكو شيء، بعد شوي اي اي اي
ليش؟ لأنه سكن الألم. منو أساس الألم؟ ما حد يدري عنه. هم ما لهم علاقة بأساس الألم، اللي لهم علاقة فيه أنه يسكن لك الألم. حلو؟ هذه مقدمة بسيطة. انتش على الموضوع؟ يا جماعة ركزوا بليز، لا حد يقاطعني، أوكي؟ شوف شلون، شوفوا شوفوا كريمات حب الشباب وكل بطل الموضوع. خلاص خلاص يا جماعة، خلنا نلعب لعبة، خلاص مواضيع ما نبي، خلنا نلعب لعبة. يلا دقيقة، اوكي هذا زين، يلا بخش بيدي. اوكي اي تقوله هذه ولا هذه؟ مو هذه. يلا خلينا نقعد ليش الساعة 9 نلعبها. زين يلا طقني وانا بطقك شي، نقعد نلعب. ايش عندنا؟ ما عندنا شيء، ماكو موضوع اليوم. فلوها فلوها، يلا سوي كذي، سوي كذي، اختار هذه ولا هذه. تبون مسخه شي بمواضيع عادي، مسخه نقعد ليه باكر. يه طالت شمخت، ندش بالموضوع. مشكله كل ما ادش بالموضوع اقرا كومنت واحد في واحد يقول كمل. يلا اختار. ماكس خسرت خسرت. زين يا جماعه خلينا نكمل الموضوع. والله بسوي كذي عشان ما طالع الكومنتات، في شيء يوقف الكومنتات، بس والله يعني احبكم ولدكم، انا ما احب اسوي هالطبايع الشينه الشينه، الطبايع الشينه ما احبها. نبلش يا جماعه، يلا سحر سحر بسوي. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، معاكم أخوكم بضاري أخصائي بالطب البديل. شنو؟ بالطب البديل، بالطب نفسه مال البديل. شنو الطب البديل؟ أي شيء خالقه الله قاعد أقول لك استخدمه. ودائما الطب البديل يركز على شنو؟ يركز على أساس المرض. في عندنا الطب البديل نوعين، نوع قديم ونوع جديد. أنا من النوع الجديد. النوع القديم يقول لك استخدم مثلا حجامة بس، استخدم اعشاب، استخدمهم كلهم، صرت زي ما صرت زين، المهم استخدمهم زين. ليه؟ متى استخدمهم؟ لان الاعشاب هذه فيها فيتامينات، ولكن الشخص مو عارف الفيتامين اللي يحتاجه الجسم، فعشان شي يقول لك اخذ الاعشاب. بضاري يقول لك لا تاخذ الاعشاب، شنو الفيتامين اللي ناقصك؟ اخذها بس خلاص. هذا الحديث مالي انا، اتكلم عن نفسي. حلو، بتكلم عن موضوع قوي. اوكي يا جماعه لا يطوفكم الموضوع، لاني انا ما راح اسيف هذا الفيديو، اقص عليكم عشان تتبهون. وسجل الحين، اذا احنا حاشنا الم شنو راح يسوي الجسم؟ في عندنا اعصاب من الايد بكل مكان جسمنا، وين الاعصاب هذه واصله؟ حق المخ. لما احنا نحس بالم المخ شنو يقول؟ يقول حق المناعه. يا جماعه في واحد متعور تحت المناعة، شو تسوي؟ كذي المناعة تسوي. منو أنا؟ مناعة. هلا مخ، شلونك؟ شو أخبارك؟ داق علينا؟ إي والله، عسى ما شر. لو سمحت وروحوا حق الإيد، فيها التهاب هناك. يلا ماشي، السلام عليكم، السلام عليكم. يجون عند الالتهاب، يقعدوا يصلحونه، طينق 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 طينق. يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام يقعدون يحاوطون الالتهاب، يسوون له دائرة عشان كذي إيدك تنتفخ. تخيل اذا انت ما عندك التهاب، يعني الانذار حق المخ مو شغال. شنو بضاري؟ الانذار حق المخ مو شغال. لما احنا تحوشنا شوكه مثلا، طقتنا شوكه، على طول توصل اشاره حق المخ، السلام عليكم. المخ يدق على منو؟ على المناعه، رده المناعه. في مكان في شوكه روحوا له، يتمشون عليه كلهم، يصلحونه، يبون سبانات، هذا الدرل يصلحونه يوم يومين ثلاثة. وكل ما مناعتك صارت قوية، لابسين كابات صفر، هجوم عليهم قاعد يصلحونه. أساس كذي في ناس بشلخة بعد ثلاثة أيام أربعة أيام تصير زينة، وفي ناس تخيل الجرح هذا يقعد معاهم 15 يوم 20 يوم. ليش؟ لأن المضادات اللي رايحين حق منه، حق مكان الألم شوية. منو قلنا اللي يطرشهم؟ المخ. يطرش منه؟ يطرش هذول. يلا روحوا، عندهم شروكي صغير، روحوا وصلحوا، طنق 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 طنق، خلصنا. الحين احنا فهمنا بهذا الفيديو شنو؟ ان الاعصاب هي اللي تدق على المخ، تقول له يا مخيخ ترى في الم. المخ يعطي امر حق الجهاز العصبي ويعطي امر حق المناعه، يقولوا لهم روحوا وصلحوا المكان الفلاني. خلصنا خلصنا. اخذ الموضوع العميق يا جماعة، دير بالكم دير بالكم دير بالكم، تروحون عند اي دكتور اسنان تشيلون عصب. طن ركز،
ترى ما قاعد غشمر موضوع وايد والكل متكلم عنه. أنا مليون أخصائي مليون دكتور، ولكن أنا لازم أقوله قبل أنا ما تكلمت فيه. ليش؟ لأن أدري راح يهاجموني دكاترة الأسنان، ولكن بالطب البديل شوية بس يعني راح تلسب، عرفت شلون؟ فشفت يوم كم واحد تكلم يدش على انبضاري معاهم. اتفقنا؟ الحين احنا ركز معي، العصب قلنا حق شنو العصب؟ جاوب ترى شايفك. العصب حق شنو؟ العصب هو اللي يوصل الإشارة حق المخ، يقول له ترى هالمكان هذا متعور، المكان هذا فيه مشكلة. من هو؟ العصب. أنا هذا العصب، أنا شلت العصب، شلت العصب. إذا صار مشكلة بهذا المكان، من يوصل إشارة حق المخ؟ منو؟ أنت شلت العصب، شلته. عصب ماكوني، ها؟ عصب ما في. صارت مشكلة، صار عفن، صارت بكتيريا. من يقول حق المخ؟ ركز، أنا لازم أسوي كذي. من يقول حق المخ؟ ترى بهالضرس فيه بكتيريا. ما حد راح يقول حق المخ إن هالمكان في بكتيريا. يا جماعة هذا ما يحتاج دراسة، هذا البيبي يفهم. اتفقنا؟ العصب هو الوسيلة اللي يوصل الإشارة حق المخ. بعدها المخ يدق على منه؟ يدق على المناعة. المناعة قاعدة قاعد يشرب سجاير، ما ياهم انذار، الضرس قاعد يصير، قاعد يتعفن، قاعد تصير بكتيريا داخل مناعة قاعدة. يا المناعة انت ليش ما تقومين تهاجمين المكان المعفن اللي بالضرس؟ والله ما جت لنا إشارة من المخ. ليش ما جت إشارة من المخ؟ لأن حضرته شايل العصب. ليش تشيل العصب؟ العصب هو اللاسلكي، هو الرادار اللي يقول حق المخ ترى في مشكلة، عندنا مشكلة. أنت شلت العصب، يتعفن المكان. شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تصدق فيني مرض الشين؟ تصدق فيني مرض مناعي؟ تصدق وتصدق وتصدق؟ عرفتوا شلون يا جماعة؟ ان الاكثر الامراض المناعيه هي جزء لا يتجزأ من الاشياء هذه اللي قاعده تحت الضرس. ترى موضوع مهم وخطير. ناخذ مثال الحين، انت فيتامين معادن قاعد تستخدم، حلو 100%، امور كلها طيبه، ولكن للحين قاعد يلاحقك المرض، ما ادري ايش فيني. تكفى ابوس ايدك، تشيك اذا كنت حاط، اذا كنت شايل عصب، خلي يسوي لك أشعة يشوفون فيه بكتيريا ولا لا. شوف، وإذا أنت حاط معدن زئبق، خرسين، أي معدن ثقيل حاطه حشوة، أبوس إيدك شيله. مو بس أنا أتكلم، كل الدكاترة والأخصائيين يتكلمون بالشيء هذا، وهالشيء هذا مو علم جديد، قديم 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 قديم، ولكن ما حد قاعد يسمع له. الله يخليك، أكثر المشاكل راح تشوفون حق التوحد، أنا مسولف أكثر المشاكل اللي تصيب الأطفال اللي حاطين حشوات، أكثر المشاكل اللي تصيب الحريم والبنات. تخيل إهي يصير فيها مرض؟ لا، وتمرض البيبي اللي ببطنها، والسبب منه الحشوة. خل أقول لكم الحشوة شنو تسوي. الحين الحشوة شو تطلع؟ تطلع شوارد، حشوات صغار. إذا كان معدن تطلع وتقط بالدم، من يلحقها بالدم؟ في معدن، شفنا معدن، صيده. ارتاحت المناعة، باكر طلع هم انتيفت معدن، انت حاطه بضرسك كل يوم قاعد تطلع، انت صيده كل يوم. شفت اللي يقول صيده؟ راح يوم من الايام راح يتعبون، المناعه راح تتعب، ماكو صيده، راح يقولون صيده، خلاص كبروا. بعد هالمعادن وين تترسب؟ عاد شوف، تترسب بجسمك، تسبب لك، تروح بالرئه، تسبب لك ربو، تروح بالمايلين، تسبب لك ام اس، تروح بالمخ، تسبب لك شهر عاشي، امراض هوايد. عشان كذي يا جماعه، اي احد حاط حشوه شيلوها. بثبت لكم شغله، انا مجربها. يا جماعه، سنه من السنين كان فيني ربو، اوكي، والله العظيم، والله قبل لا ادش بهالامور هذه ما اتنفس، والله العظيم شي والله ما اتنفس، والله من كثر ما اكح ضلوعي تعورني، قاعد يسكون على بعض، واروح مستشفى العسكري. اي احد مستشفى العسكري موجود ملف هناك، يمكن من 7 سنين او شيء كذي، سووا لي فحص وما ادري شنو، قالوا اشوه ما فيك شيء بس عندك التهاب قوي. شنو السبب؟ والله قالوا يمكن من الطيور، من الشغلات هذه، ذكر كان عندي طير ونحاش. بعد من وين؟
من وين من وين طير؟ زين يمكن المخدة اللي أنا من ريش إنه عام. لا ماكو. شو السالفة؟ قمت قلت لحظة خلي تشيك على أسناني، عندي حشوة قديمة. حاط لي إياها المستوصف. الحشوة هذه شنو سويت لها؟ شلتها. والله العظيم والله العظيم يا جماعة اليوم شلت الحشوة باكر خف عندي الربو والله العظيم. تخيل المناعة هزأت كرامتها أنا المناعة. قوموا شيلوا الشوارد اللي قاعد تطلع من الضرس، قوموا شيلوا. فشفت الأشياء اللي ما تي على بالك يا جماعة، تكفون أبوس إيدكم أي شخص مركب حشوة شيلوها. الحشوة القديمة مو الحشوة البيضة. سألوا دكاترة الأسنان الحين ما قام يحطون الزئبق والمعادن الثقيلة، ما قام يحطونها. حتى لو أنت شايل المعادن الثقيلة وشايل عصب يا جماعة، في تصوير ما أدري شنو اسمه يطلع البكتيريا أو يطلع العفن اللي صاير تحت الضرس داخل. شفتوا الحين مو يشيلون العصب داخل تحت، يطلع لك المكان هذا ما في ألارم قاعد يتعفن سنة ورا سنة. لأن الألارم شنو قلنا؟ اللي يوصل حق المخ. إنزين المناعة الحين أنا حاشني التهاب، أوكي ركز. المخ عطى إشارة حق المناعة قالت له ترى في مكان هني. المناعة تروح عن طريق شنو؟ ردينا ثاني مرة. المناعة والمضادات تروح عن طريق شنو؟ عن طريق الدم. في دم؟ يلا مشوا. وصلوا عند الضرس، أوه ماكو عصب، شلون نعالجه؟ يا مناعة ليش ما عالجت الضرس؟ والله شايل عصب، والله شايل العصب. زين عالجوه؟ والله ما نقدر نعالجه احنا، لا ردوا للعصب احنا نعالجه. هي شلون تي؟ عن طريق العصب. العصب متصل بشنو؟ بالدم. فانت شلت العصب فشلون تبتعالج؟ ضروري جدا ضروري جدا 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 يا جماعة، العصب اللي شايلين عصب تشيكوا وشوفوا شنو تحت العصب، واللي حاطين معادن ثقيلة الله يخليكم شيلوها. خلاص 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 اتفقنا. خلنا ناخذ شغلات انا مو مجاوب عليها. نفس موضوع، اوكي صح، الكل تكلم عنه. بالعكس خله اللي ما سمع الموضوع خليه يسمعه. الحشوة البيضة عادي. لا الرصاص هو من المعادن الثقيلة، يعني يسوي لك توحد، يسوي لك وايد مشاكل يا جماعة. موضوع الحشوات هذا مسولفين عنه من 1900 وحطبة، مو شيء جديد، ولكن ما حد قاعد يسمع له. التقويم معدن ولا لا؟ انت جاوب. ضرس العقل يشيلونه يمكن، الشقيقة منو هيك مرة سمعت. الزراعة شلون يا جماعة؟ شو اللي نسوي احنا؟ شنو نسوي؟ الزراعة اذا كانت تيتانيوم، التيتانيوم ما يطلع شوارد، واضح؟ تيتانيوم. اذا كان غير التيتانيوم 100% قاعد يطلع شوارد. شلون تركيب الاسنان؟ قلت لكم الاشياء الزركون العاديين هذول ما منهم، يعني ما منهم خوف. انا مسوي فينير وشايل 16 عصب. اللي شايل 16 عصب بليز سووا اشعه، شوفوا اذا كان في بكتيريا ولا لا. الله يخليكم. قبل كانوا يحطون الزئبق وشي، الحين ما حد قام يحطه لان عرفوا الموضوع. وما يصير شركات اللي تصنع الحشوات هذول ما راح تقول هذا ضار هذا نافع، اسكت. يعني تخيل مسوين 20 طن حشوات ولهم مبلغ طبعا هذول، تخيل تطلع دراسه يقول لك ترى ما في واخروا عنه، وال20 طن اللي شارينه لا خل اصرفه اخلص واكتشف شيء جديد وبعدين امنعه نقول حق الناس، عرفتوا؟ انا مسوي قتل اعصاب بس مو مسوي تلبيس. يا جماعه خل نكون بصوره واضحه. اي شخص عنده حشوات شيلها. عندك انت حشوات وما فيك شيء، ركز، عندك حشوه يعني معدن وما فيك شيء، خلال 5 سنين 6 سنين راح يصير فيك شيء. تفاول علينا ابو ضاري؟ لا ما فاول، لان الحشوه هذه قاعد تطلع شوارد، ومنو ماسك الشوارد هذه؟ مناعتك. ليش؟ لان بعز شبابها رد، يعني شيء طبيعي لما انت تكبر مناعتك تقل، هذه سنه الحياه. فمنو يصير عنتر؟ منو؟ الحشوه، ما حد يقدر عليها ولا يلحق عليها، عرفت شلون؟ حتى البيضه لا عاديه. ملخص الفيديو، انا عندي معادن وفيني ربو. شفت شلون البنت اللي توه تحكت اللي حاطه بيبي تقول انا عندي معادن وفيني ربو؟ شيل المعادن وشيل الحشوه اذا كان عندك، والله العظيم شوف الربو شلون يتعالج. اوكي انا جاوبتكم يا جماعه، قلت اذا الزراعه مو من معدن، اوكي اذا تيتانيوم يمكن تاثر على كهربه الجسم بس مو 100%،
ولكن ما تطلع شوارد حرة. أنا أقصد عن الحشوات القديمة. أنا يا جماعة قبل أي أحد يجي لي بالعيادة أول سؤال أسئله، مركب حشوة؟ أوكي. ساعات يبوا لي مثلا عيالهم فيهم توحد، أول سؤال أسأل الأم مركبة حشوة؟ تقول لي قصدك كم واحدة؟ حشوات حشوات. شنو قلت لهم؟ قلت لهم الله يخليكم، قلت حق زوجها قلت له الله يخليكم لا تيبون بيبي، لا تيبون بيبي خلاص لو سمحتوا ضبطي شيلي ونظفي جسمك بعد ما تشيلون الحشوة، لا في شهر كامل تنظف جسمك. أوكي شيل العصب ما هو الحل، شيل يعني إذا أنت خلاص شلت العصب وصارت وخلاص تأكد إن ما في بكتيريا تحت الضرس. أوكي زراعة شنو غير المعدن والتيتانيوم؟ عندنا الزركون، زركون ما زرقون ما إيش اسمه رموش. طيب ها برموش شوف إحنا وين واصلين، عند النخاع الضرسي وهذه تقول رموش تبي مشاشات سيارة تصير، راح أضبط رموش راح أخليهم يطيحون على عينك ولا يهمك. تقويم بعد ضار، شوفوا أي معدن، أي معدن أكيد، بس إذا معدن تيتانيوم لا، يعني لأنه مؤقت وراح تشيلينه ما راح تعيشين بالش اسمه سم البكتيريا، ينظفون مكان السن البكتيريا. برافو عليك بيبي أنت شاطرة، أنت شكلك دكتورة أسنان. تقويم أسنان يضر ولا صار لي 3 سنين حطته؟ يعني ليه متى خلاص هو تقويم سنة سنتين وثلاثة بالكثير 4 شيليه خلاص. أي واضح إني أعاني من الرموش راح أضبطك. هل حشوات المعدن تطلع روائح كريحة؟ يعني معدن في ريحة؟ أنت جاوب. معدن في ريحة؟ أنت يجيب حديد، الحديد في ريحة؟ لا ما في، البكتيريا اللي تصير هي اللي تسوي ريحة. إنزين يا جماعة خلنا شوي ندش بالأسنان، معني أنا والله مو دكتور أسنان بس خل أقول يعني معلومات بسيطة. طبعا يا جماعة من أفضل الدكاترة، مو مدحن هذا الصج، من أفضل دكاترة إذا تبتشيلون حشوة قديمة عندكم الدكتور محمد نبيل الصفي. لا تسولف لا تسولف، تفكر بالأسنان روح له، روح له على طول روح له، ما له علاقة هو يقول دراسات يقول أشياء الفلانية يتكلم عن كراهة، لا ريال شاطر مع أني ما أعرفه أنا وبالعكس وأتشرف فيه أصلا أنا أشوف أسلم عليه. يا جماعة شاطر سواء أنتوا بالكويت أو خارج الكويت تبون تشيلون الحشوة، الحشوة مو تعالوا شيلها، لا لا ساعات يكون الواحد يشيلها البقايا لا تصير بحلجك، لا لها طريقة معينة. شيلوا الحشوة روح حق دكتور نبيل الصفي قولوا لا احنا بنشيل حشوتنا، ليش ما لا احنا بنشيلها، اتفقنا واضح الموضوع زي وظاهري. شنو نقول حق الدكتور الاسنان اخاف يقول لا عادي؟ لو سمحتي عندك مرض مزمن وعالجتي وما راح، لو سمحتي شيل الحشوة. الاخت قاعد تقول لي فرضا رح الدكتور قال لا عادي شيليها شيليها، احنا مو كل سنة نغير سيايرنا، غيري حشوتك، هي مو معدن حطي زركون ما سيليكون ما ايش يسمونه، غيري مو كيف انا بشيل حشوتي لو سمحت. لا ما راح نشيلها يلا اطلع برا، يبي يقول لك شيلها شيلها. شنو شنو بديل الحشوه؟ اني بقطن مال المخده ليش جيت تسوي فيني؟ شنو بديل الحشوه؟ عاد نحط هذا زركون ما سيليكون. شنو اسباب حشاسيه الجفن؟ موضوعنا عن الحشوات والاسنان يا جماعه. تقويم يعتبر تسمم؟ جاوب. التقويم اذا كان من تيتانيوم نو 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 خلاص نو. زين شنو عندكم بعد عشان نسوي القرعه؟ القرعه فيها ضرس، راح اعطيكم ضرس ضرس يا جماعه. كانك حسين البلام، مشكوره واتشرف فيه ونعم فيه. ماشي في خير زي اللي كومنت شوفي منين يرد عليك. يلا جاوبك مشكله. شنو علاج البهق من امراض الجلديه بالامعاء؟ حاط الفيديو بضاري. تلبيسه الحديد فوقها تلبيسه، ما يحطون حديد؟ لا ما اعتقد. هل في حشوه زركون؟ ايه شلون ما في، فيه في مواد وايد حق الحشوات. عندي سكر ومسوي قتل اعصاب ومسوين حشوه رصاص. الله اكبر الله اكبر، وين وين هذا؟ السلام عليكم، في وحده حشوتها نبروح لها، ما يقدر يروح، ما يقدر ما يقدر ما يقدر. شيلي حشوتك سناطره، شيليها شيليها شيليها. شو السالفه شو السالفه يا جماعه شو السالفه؟ شيلي حشوتك، ليش الحين قاعد تحاكيني؟ روحي شيليها باكر، تروحين تشيلين حشوتك. يا جماعة شيلوا حشواتكم شيلوا حشواتكم. أنا مش شيلوا شيلوا، لا ليش ليش مخلي، ليش مضرة معادن ثقيلة. الحين يا جماعة بندش على الثقيل، بندش على الثقيل يا جماعة، ركزوا ركزوا يا جماعة ركزوا.
يا جماعه شنو اقدر اخذ الماتشه بدل شوف 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 حشوه وضرس وضرس العقل ويا رب اقط الضرس يطلع لي ضرس غزال ضرس جمل شوف 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 قاعد تسوون شكها 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 احترموا احساسي احساسي احترموا شويه بس خلينا نخلص بعدها يا جماعه ابي كل يوم ركز معي ركز معي ركز معي ابي ها اخذها ابي كل يوم تاخذ السوبرلينا والكلوريلا اذا كانت الحشوه زئبق ركز معي دقيقه يا جماعه حفظوا هذا كتبوها ها اوكي كتبوها اذا كانت حشوتك زئبق طير حق منو شنو اللي يشيل معدن الزئبق يا جماعه كتبوا خلينا نشوف منو اللي يشيل معدن الزئبق منو شنو الشيء اللي يشيل معدن الزئبق كتبوا لو سمحتوا منو معدن الزئبق من اللي يشيله من الجسم منو اللي يشيل معدن الزئبق شنو المكمل اللي يشيل الله عليك جلومر جلومر كفج الزئبق 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 منو بدو سبرلينا لا غلط الزئبق يا جماعه اللي يشيله الكلوريلا يشيل الزئبق ويشيل عندنا الكاديوم ويشيل لنا الالمنيوم السبرلين الخرسين يا جماعه من تشيل حشوتك ابي لمده شهر كلوريلا وسبرلينا كلوريلا وسبرلينا كلوريلا كلوريلا وسبرلينا عشان يشيل المعادن يعني جسمك الحين ترى متروس معدن متروس متروس بس من اللي قاعد يلحقهم مناعتك تلحق الكبد يلحق فاول ما تشيلهم خلاص شلت الحين الحشوه دمك في معادن من اللي يشيلهم الكلوريلا راح تشيلهم يوم يومين لما تخلص من جسمك وترد صحتك قويه مشكور بضاري بضاري تكفى لا تردني هاك البنت لي لا والله فشله والله ما اقدر ما بالطب البديل ما اقدر اسوي بنت لي لا تكفى بضاري يلا عطني تعال عطني مشكور ما قصر شيل خلاص شيلها ليش حاب الحشوه الحين بضرسك ليش والبكتيريا شنو تسوي تطلع روايح حقك يعني سهل سهل يعني مكان معفن اوكي وندش بالثقيل بعد وندش بالثقيل يا جماعة الأمراض السرطانية شلون تتكون؟ لها تفاصيل وايد أنا حاط حلقة كاملة شلون تتكون؟ تتكون تصير من خلايا هوائية خلايا عايشين على الهواء تقلب تصير خلايا لا هوائية واضح ولا لا؟ راح أوضح الحين صارت بكتيريا هني تحت أكسجين ما يوصل لها دم ما يوصل لها شنو تسوي هذه البكتيريا تصير لا هوائيه تقوم تعيش من غير هواء وتقعد تقط بالدم تقط بالدم تقط ما حد قاعد يحاكيها ولا مستانس هذا المناعه قاعده ما لها شغل ها في حشوه فوق اي لما المخ يدق علينا تلفون احنا نروح ما دق علينا المخ تلفون احنا ما نروح المناعه ما تروح لها ما تروح لها لانه ماكو شيء يوصل عبر الدم المناعه تمشي بالدم عشان تروح له انت شايل عصب راح يتعفن المكان راح تصير بكتيريا لا هوائيه وإذا صارت بكتيريا لا هوائية شو تسوي؟ أنت بتفرخ عندها عيال تقوم تخرب على ضرس ضرسين تقوم تخرب على الجسم كله وعادي عادي ها عادي يكون واحد مريض من السرطان عادي من حشوة تخيل يا جماعة والله العظيم عادي يكون مريض بمرض السرطان مجرد ما يشيل الحشوة وصارت تجارب وايد والله العظيم شال الحشوة مالته والله كنا تحسن طبعا يبي له فيتامينات معادن بس والله كنا تحسن لا حد يستهين بالحشوة مو انا بس اتكلم يا جماعه هذا العلم مو انا مطلع من مخباتي لا وايد دكاتره وايد بالطب البديل واكثرهم كله اجانب يتحكون على الموضوع هذا وانا قلت لكم ليش كنت من زمان معني انا شايل المفروض اقول ليش لان كنت ما شفت احد قاعد يتكلم بهالموضوع فالناس راح تهاجمني صدق شنو بعد لان ما يعترفون بالطب البديل يلا اقلب ضيق يلا احترم نفسك انا طب البديل يلا انا علمكم ما اقطع عليكم كركم ما اقطع عليكم اعشاب عرفت شلون بس يوم شفت والله الدنيا كلها سولفت لا وضاري يدش يخش عليه يسولف بضاري اوكي يا جماعه نعلن اسماء الفائزين الكلوريلا مختلف عن الكروفيل الكلوريلا فيها كروفيل اوكي بديل اكل كاكاو شنو بديل اكل كاكاو الكروفيل هو دم النبات صح احنا مو عندنا دم هو دمه
شنو مت كرك؟ ايه احذف عليهم كركم اطقهم بالكركم. طب بديل انا اطقهم بالتين الشوكي. انزين انزين نبي مكان زين او دكتور شاطر يشيل الحشوه. يا جماعه قلت لكم تبون دكتور شاطر، دكتور محمد نبيل الصفي روحوا له روحوا له روحوا له. وانا اذا عندي حشوات او شيء بالغلط بروح له بروح له روحوا له. شاطر شاطر حيل شاطر، انا احبه الرجال والله. شنو 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 الاجابه؟ شنو بديل الحشوه؟ المعدن. يا جماعه انا مو دكتور، في وايد بدائل حق حشوات، وايد بدائل حق حشوات. قول حق دكتور انا بشيل الزئبق او الخرسين ما ادري شنو نوع المعدن، يحط لكم حشوه. عادي اشربه كل يوم كروفيل يتعارض مع ادويه ثانيه؟ لا ما له شغل، راح يعطي جسمك اكسجين، اخذ الكروفيل. يا جماعه ايش كثر صار لنا الحين؟ شلون ندش؟ شنو بديل تقطيع العصب؟ يعني انت قطعته من وين يجيب عصب جديد؟ اللي عندهم ارتكازها طبيعي. شنو مو فاهم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جزاك الله خير ذكرتني، قلت ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى. يعني اخذ الكلوريلا بدال الكروفيل يغني؟ اي يغني. الحشوه البيضة عادي. فيتامين دال ينفعون مع بعض؟ فيتامين دال واي اي، خل الاي بالليل، الاي مسؤول عن المناعه جدا قوي، والدال الصبح خله. لا تشرب وانت واقف. دقيقة يا عيال. يوم يوم قعدت شربت. دكتور علاج الك نقص الصفاء. كل هذا راح اجاوب عليه. يلا يا جماعة خندش على الشغل مالنا. اللي بسنان ليال ضار لهم؟ لحظة فاتوا؟ فاتوا؟ انتي تسألين اللي بأسنان اليهال؟ الطفل يبي له تركيز، مخه توه قاعد ينمو، ننميه بشنو؟ ننميه بالمعادن الثقيلة؟ وبعدين ليش ولدي ما يحفظ؟ ليش ولدي يقول لما يشوف سيارة يقول طيارة؟ بابا ماما طيارة؟ لا بابا هذا سيارة. ها اللي فوق شنو سيارة؟ لا خلوا عيالكم يصيرون ذكية. ها وشنو حشوة؟ شيلوها فاتوا لو سمحتي، الله يخليك فاتوا، خلص الموضوع فاتوا. بدام انت الحين عرفتي معلومه حق ترى عليك الله راح يسالك يوم القيامه يقول لك بضاري قالت معلومه ليش ما طبقتيها؟ عندك الموضوع يا فاتو، الموضوع عندك عندك على يا جماعه. اليوم الرابح ياخذ درس، الرابح ياخذ درس اليوم. يلا بجانا يلا خلاص عط رقم سري لحد ينطبيتنا يبوق كمبيوتري. يا جماعه مشينا مشينا ستارت. يا جماعة هذا راح يجيب كل الكومنتات، اوكي كل الكومنتات حلو، وراح نختار يا جماعة وراح نختار 5 من الكومنتات، اوكي 5 بس. وراح ياخذون جوائزهم عبارة عن منتجين طبيين. عاد بضاري اذا يابلك منتجات عاد يعني نخلص الموضوع، يعني فاهم انت وانا مختارهم. السلام عليكم ورحمة الله. شكو شكو يعني رسمي صرت. زين هذول الكومنتات كلهم الكومنتات 1579 اوكي 1579 سبعة تسعة اوكي. هذول الكومنتات اللي حاط اجابتين يبي يصير غشاش لا راح يشيل الدبل اوكي. وانتو وكل على الله. بسم الله الله اكبر ستارت. 5 4 3 2 1 ألف 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 عليكم بالمبارك عليكم بالمبارك. ألف ألف مبروك. نشوف أول واحدة عشان لا أنسى الكومنتات، خلنا نصور أوكي. نشوف أول متسابقة أم أحمد. الله أكبر أم أحمد. ونبطل الكومنت مالها. سيلينيوم ألف ألف مبروك يا أم أحمد تستاهلين. طبعاً إيه نسيت أقول لكم يا جماعة الجواب طلع سيلينيوم أوكي أوكي. أم أحمد تستاهلين منتجين وضرس العقل تستاهلين يا أم أحمد. إنزين نشوف ثاني متسابق، راح اختار 5. هذا الثاني اليود غلط ومو منشن. الثاني غلط، الثاني غلط، الثاني غلط. يا جماعة ايش فيكم؟ الثاني غلط. نحاس سيلينيوم
الثاني غلط. الثاني ايش دعوه يا جماعه؟ الثاني اوكي سيلينيوم بس مو منشن انت سويت بليز منشني. الثاني الثاني جماعه ايش فيكم؟ سيلينيوم تستاهل من اختنا ام ان ام ان تستاهل. نروح متسابق الثالث اوكي ما اعرف الاجابه الله يعطيك العافيه. الثالث 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 سيلينيوم مها. الف الف مبروك مها فزتي بضرس معنا مها. نشوف متسابق الرابع تستاهلين منو؟ منال. الف الف مبروك منال تستاهلين طقم اسنان بنقير حشوه منال. نشوف متسابق الخامس الخامس الخامس. الف الف مبروك روان. الف مبروك يا روان. الف مبروك حق اللي ربحوا يا جماعه. خل اتاكد انهم خمسه بس. 1 2 3 4 5 حلو ان شاء الله الجمعه الجايه. الحين هذه ثالث جمعه يا جماعه اسوي مسابقه. يا جماعه شويه تضايقت من شيء دشيت على اكاونت مال تليفونات اوكي قلت له ابي 5 هدايا منك انا اسوي مسابقه قاعد اوزع فيها منتجات طبيه حق الناس ابي 5 هدايا والمشكله يعني محل معروف ما ابي تليفونات منك كفر ميداليه بس تشجيع. قال لي اشوف اعطيك خبر طيط ولا والمشكله يعني راح اسوي لك دعايه عندي والله قاعد اشحت عشانكم والله العظيم. على مهم كيفه اللي يحب يا جماعه عنده اكاونت يحب يدعمنا راح يكون اسوي له دعايه والجوائز هذه ترى مو حقي حق اخواني واخواتي اوكي. والف مبروك حق اللي فازوا وان شاء الله راح التقي معاكم الجمعه الجايه وادري ما حد راح يدعمني انا راح ادعمكم راح اجيب لكم هدايا من عندي واللي اقدر عليه. ومركز العطر الكويتي وايد بصراحه اعطانا هدايا 5 جوائز ووزعتها حق المتسابقين وان شاء الله واذا اي احد يبي يدعمنا حقكم انتم وحاضر والله ما راح اقول لا وراح اسوي له دعايه فري عشانكم اوكي. واشوفكم على خير وخلكم مع بطاري. مع السلامه.